أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد حامد عز الدين من جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية. الأخ محمد يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل تؤكل ذبيحة من لم يصلي ولا يصوم ولكنه لا ينكر أي منهما إلا أنه يتركهما تكاسلا عنهما؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن من شروط حل الذبيحة أن يكون الذابح من أهل الزكاة، بأن يكون مسلما أو كتابيا، والذي يترك الصلاة متعمدا ليس بمسلم. فترك الصلاة إذا كان صاحبه متعمدا لذلك ولو لم يجحد وجوبها على الصحيح فإنه يعتبر كافرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، فالذي لا يصلي ليس له حظ من الإسلام، وإذا كان كذلك فإنها لا تحل ذبيحته لأنه ليس من أهل الزكاة. نعم.